يلا نسوي حمسة البديان. البديان قليته، قصيته دوائر وقليته، ونحتاج طماط. تبون هذا تشيري توميتو أو الطماط العادي كله ينفع، قصيته بعد كذي أنصاف. ويلا أول شيء بحط زيت زيتون، بحط بالمقلاة زيت زيتون، بحمس فص ثوم مدقوق بزيت الزيتون اللي حطيته، وأضيف الفلفل الحار، ما بي الثومة تحترق، على طول بضيف معجون الطماط. تقريبا قفشتين كبار، ملعقتين كبار. ما عليه، بداية التصوير كانت بدون ستاند لأن شيء سريع، قلت يعني بصوره بدون ستاند، بس لا، حسيت التصوير مو حلو. الحين بيكون التصوير ثابت وواضح. بس أنا انحمس عندي المعجون، أنزل عليه الطماط. اترك الطماط كذي بدقيقة، بعدين اضيف البديان. الحين شو اسوي؟ بضيف شوية ماي، اوكي، علشان يصير عندي كذي صوص انزل فيه البديان. بعد يبي له شوية. وي وي، خليه يطبخ كذي بدقيقتين، بعدين انزل البديان. بضيف ملح وفلفل أسود، تقدرون تضيفون كزبرة بودر على الملح، وهذا الفلفل الأسود. تصدقون حتى لو شيء سهل وشيء بسيط وما يبي له شيء، ما أعرف أسوي الوصفة كذي بدون لا أشرح بدون لا أتكلم، ما أعرف يعني. المدرسة تعيش بداخلي، عرفتوا شلون نظام شرح المدرسة؟ كذي نظامي، لازم أقعد أشرح وبالتفصيل، مع إنه شيء سهل، ماكو شيء، طماط ومعجون طماط وبيديان، ماكو شيء. يلا نضيف الحين البيديان، وبس نقلب البيديان بالصوص، وأغطي المقلة وأتركها كذي بو، يعني أترك الحمسة بو 5 دقايق وتكون جاهزة. في إضافة أخيرة بضيفها آخر شيء عقب ما تستوي الحمسة، وأحطها بمعون التقديم. يلا خل أغطي المقلة وخليها على النار، وش اسمه، ونكمل بعد شوي. شوفوا بنات، الحمسة كذي جاهزة. تقدرون تهرسون البديان، أنا ما راح أهرسه، بخليه كذي، أحب شكله يكون واضح. أوكي، بنقلها الحين إلى معون التقديم وأقول لكم شنو نحط عليها. أوكي، شوية هردة اللي هي الطحينية، طحينية أو طحينة، طحينة الطحينية اللي هي شو اسمه، الرهش، لا طحينة اسمها هذه. أوكي، بخلط هالثلاث أشياء مع بعض، بعدين أحطهم على الحمسة. تقدرون تحطون معاه شوية ثوم مع الصوص إذا تحبون، أو بدون ثوم. شوفوا ثقيل، بخففه بشوية ماي بارد أو بشوية عصير ليمون، كيفكم. شوفوا شلون صار عندي قوام الصوص، خففته بماي. اوكي،
أصب الحين فوق الحمسة. إذا ما عندك سور كريم حطي لبنة، روب، كله ينفع. طبعا ما راح احط الصوص كله الحين، بحطه ان شاء الله وقت الاكل ان شاء الله خرب شكل الطبق. اوكي نزين الحين. اوكي ورشت بقدونس وبالعافية. وبس والله هذا شكل الحمسة النهائي، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. سووها حق عيالكم اليوم ريوق، ولا حق ريلج، ولا حق أمك وبوج، وبالعافية. بسوي لي بعد بيضة. أصور البيضة ولا ما أصورها؟ ما له داعي، يلا خلاص أصورها. حطيت سمن، أنا أحب البيض بسمن. بيض عيون، بسوي بيض عيون عادي. بس شنو بسوي؟ بحط بنص البيضة الجبنة هذه البريتشيز، أنا وايد أحبها. تصير مثل الجبنة مغلفة من داخل، جبنة كريمية ومن فوق عليها مثل غلاف. تحطينها بالفرن تسيح، تصير مثل دب، عرفتوا؟ وايد وايد لذيذة هالجبنة، تلقونها بأغلب السوبر ماركت. خلني أراويكم شكلها، شوفوا يصير كذي شكلها. تبطلينها بعدين تلقينها كذي داخل، لافينها بقصدير، تشيلين القصدير وتذوبينها. انا وايد احب هالجبنه. فشنو راح اسوي؟ راح احطها بنص المقله واحط البيض دار مدارها، عرفتوا؟ بعدين وقت الاكل نقص هذا اللي فوق الغلاف وناكل الجبنه اللي داخل، عرفتوا؟ شوفوا بقص طبقه خفيفه كذي، يعني كذي اقص راس الجبنه بس من فوق، لان ذيت اكل ما راح اقدر اقصها، بتكون سايحه، فاقصها الحين افضل كذي بهالطريقه، طبقه خفيفه. ما راح اشيل شو اسمه الغلاف اللي فوق، بخليه بس عشان وقت التقديم يعني اقدر اشيله بسهوله، عرفتوا؟ شوفوا شكل الجبنه من داخل، هذه راح تسيح تصير تينن. شوفوا قصيتها كذي شويه من فوق، شلت منها طبقه خفيفه. اوكي الحين ما راح اشيله، هذا بخليه وبحطها كذي بنص المقلة بهالطريقة. اوكي وحوالينها بحط البيض، انا ابي بيض عيون بالبريتشيز. اوكي شنو يبي لبيضة بعد هني؟ خل ازيد بيضة. زدت بيضة، وقبل لا اغطي المقلة بحط رشة ملح. اوكي ورشة فلفل أسود. حجم الجبنة كبير على المقلم، عندي أنا أصغر بس ما أدري ليش استخدمت الكبيرة. المهم كذي طريقتها، أقصر على النار وأغطي المقلة لين تستوي البيضة وبالعافية. وبيضتنا الحبيبة الخفيفة اللذيذة استوت. شوفوا خليني أراويكم الجبن شلون ذاب. طبعا يذوب بالشسمة على حرارة البيض أو على بخار البيض. شوفوا طبعا كل ما تخلونه فترة أطول يذوب أكثر، شفتوا؟ تيننها الجبنة جدا لذيذة، عجيبة. وخلص ريوقي اللذيذ وقرت عينكم، شفتوني أتريق بيض. أنا العادة الحزة قاعدة أحمس الدياي وكت العيش، ويا مسوي عيش ودياي، يا مسوي عيش ولحم، ولا شو اسمه زبادي، ولا فقع. اليوم ريوقي نفس ريوقكم الطبيعي، بيض وجبن وحمسة بيديان وأشياء اللي متعودين عليها.